جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في بعض الأحاديث أن لكل يوم من أيام الأسبوع صلاة، فهل ذلك صحيح؟ صلوات الخمس يوم والليلة لا بد منها، صلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليلة لا بد منها، كذلك صلاة الجمعة لا بد منها للمسلم. أما ما زاد عن صلوات الفرائض فهو من النوافل، والإكثار من النوافل فيه أجر عظيم وخير كثير، فيصلي المسلم من النوافل ما تيسر له في الليل وفي النهار إلا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وأكد النوافل الفواتح التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر بعدما يطلع الفجر، هذه تسمى بالرواتب، هذه أكد النوافل. وكذلك الوتر، الوتر من الليل هذا من آكد الرواتب، من آكد النوافل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: الوتر حق على كل مسلم، يعني متأكد. فهذه النوافل مجالها واسع، صلاة النافلة مجالها واسع في الأيام، صلاة الضحى وصلاة الليل، تحية المسجد، الرواتب التي مع الفرائض، القنوت، صلاة الوتر، هذه كلها من النوافل المستحبة، وبعضها متأكد وبعضها مقيد وبعضها مطلق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنه سبق شيخ صالح أن عرض مثل هذا الموضوع في حديث، وقلتم إنه موضوع: من صلى يوم السبت فله كذا، ومن صلى يوم الأحد كذا ركعة فله كذا من الأجر. هذا لا، ليس عليه دليل، وهذا الكلام ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تخصيص الأيام بصلاة معينة، نعم، هذا ليس عليه دليل، ولكن كما ذكرنا الأحاديث وردت في النفل المطلق والنفل المقيد، وفصلت النوافل ويرجع إليها في ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.